فلو انا عايز احسب بقى دي اف تي دوت، بيبقى في عندي كذا طريقه ممكن احسب بيهم. لو انا حسبت الاكسبريشن بتاع الدي اف تي اللي احنا شفناه ده زي ما هو كده، بنلاقي ان هو بيريكواير اوردر ان سكوير كومبيتيشنز. اوردر ان سكوير معناها ان انا الحسابات بتاعتي بتزيد مع الان، اوكي، بطريقه تربيعيه، اوكي. يعني الكيرف بتاع الكومبيتيشن، لو انا بحسب مثلا فرضا الحسابات بتاعتي بتاعت ان بتساوي مثلا 100، وخليت ان دي بتساوي 200، اوكي، الحسابات بتاعتي مش هتزيد، تبقى يعني بدل ما هي كانت 100 كانت مثلا رقم، هتبقى الضعف. لا، مش هتبقى كده، ده هتزيد 4 مرات. لو ان زادت بالضعف يبقى معنى كده الحسابات هتزيد ب4 مرات، اوكي. دي طبعا بتفرق معايا ليه؟ لان انا في احوال كتيره ببقى عندي الحسابات بتاعتي، ممكن ان انا اكون بجرب حاجه في رينج صغير، وبعد كده عايز اخد الحاجه دي مثلا عاملاها امبلمنتيشن في امبيدد هاردوير، والامبيدد هاردوير دوت ممكن يبقى محتاج ان هو يعني يبقى برضو الحسابات بتاعته تبقى الى حد ما محدوده، اوكي. فبتفرق معايا جدا ان انا الاوردر بتاعي ده كام. لو انا عملتها بحاجه اسمها الاف اف تي، اف اف تي ده عباره عن الجوريزم بياخد الدي اف تي ده ويعمله بطريقه ماتش مور افيشنت، بحيث ان هو يريكواير حاجه يعني في الرينج بتاع اوردر ان لوج ان، ان لوج 2، لان لوج 2 ده معناها لوج للاساس 2. لو عندي مثلا هنا 8 لوج 2، يبقى معنى كده لوج 2 بتاع 8 ده بيساوي 3، يعني عشان ان اس 2 اس 3 بتساوي 8، اوكي. لو احنا بنتكلم على اساس اي كان بيبقى لوج اي كذا، احنا بنتكلم هنا على اساس ان، اوكي. فلو بتكلم مثلا هنا انا بحسب فرضا ان سكوير دي، الان بتاعتي هنا بتساوي مثلا 1024. 1024 معناها انا عندي الحسابات بتاعتي تبقى 1024 في 1024، اوكي. هنا يعني هتبقى كونستنت في 1024 في 1024، هنا هيبقى بدل ما هي 1024 في 1024 هتبقى 1024 في 10، اوكي. فانا تخيل بقى الفرق ان في 100 ضعف للكومبيتيشنز بين هنا وبين هنا، اوكي. الحاجه اللي احب ان انا اكد عليها بس ان هما الدي اف تي والاف اف تي هما الاثنين بيحسبوا نفس الحاجه، اوكي. هما الاثنين بيحسبوا نفس الحاجه بالظبط. يعني لو انت مثلا رحت على ماتلاب واستعملت دي اف تي او استعملت الاف اف تي، مش هتفرق معاك، انت عاده بتحسب حاجه صغيره، مش بتعمل حاجه عشان تبقى ريل تايم. ففي الاخر هما بيحسبوا نفس الحاجه، بس تبقى عارف ان الاف اف تي از ان افيشنت الجوريزم للحساب بتاع الدي اف تي، اوكي. فدي حاجه اساسيه طبعا، هي الاف اف تي از نوت انذر ترانسفورميشن بات ان الجوريزم تو افيشنتلي كومبيوت دي اف تيز، اوكي. فبيسكلي انت لازم تفكر في الاثنين، اوكي، في يعني السيجنال بتاعتنا والدي اف تي بتوعها الاثنين بيريودك. يعني انا باخد دلوقتي عدد ان، بس العدد ان ده هو عباره عن بيريد، يعني عباره عن يعني خدت انا واحده من البيريودز بتاعت السيجنال بتاعتي، وهي دي اللي بعمل لها الدي اف تي.